السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تعديل محول علشان أشغل الراديو على الفيشة 220 مباشر، بدل ما يشحن ويعمل جلنة في الصوت أثناء التشغيل على الفيشة، فأنا هعدل محول ترانس وإن شاء الله تعديل ناجح وشغال وجنة بسيطة جدا. هنتابع التفاصيل كل حاجة قدام الكاميرا. أول خطوة أعملها في التعديل هلغي مدخل الفيشة اللي داخل اللوحة، هقطعه نهائي بالمكوة، وأقطع السلكين اللي جايبين 220 داخلين لدائرة التوحيد. حاليا قطعت الطرفين اللي جاي من الفيشة، وهجيب المحول واخد الطرفين 220 هوصل طرفين 220 بالمدخل الفيش عادي، هنا وصلت طرفين المحول بمدخل الفيش 220 ولغيت الدخل على الموحدات. هبدأ اوصل 220، اوصل حاليا، وصلت المحول، هقيس الفولت اللي طالع من المحول، ده الفولت اللي طالع من المحول في خطين، المحول طالع منه 3 أسلاك والمحول مكتوب عليه موضح، المحول 4.5 فولت في 3، يعني الأسود مع الأصفر 4.5 فولت والأسود مع الأصفر 4.5 فولت. فأنا هعمل تعديل للمحول نفسه علشان أخد 4.5 فولت كاملين علشان يشتغل معايا على دائرة التوحيد أنتوت التوحيد. بدل ما أوصل 2 4.5 فولت على أنتوت التوحيد وهيبقى ملف ناقص، فأنا هعدل في المحول أوصل ملفات توازي، هنا الملف الاولاني وهنا الملف الثاني، هوصل الملفات من جوه توازي علشان الحمل يكون قوي معايا في الراديو. هفك المحول وهوصل الملفات توازي علشان الصوت معايا ما يقطعش في الراديو وهو شغال. هبدا افك ملفات المحول، ده الطرف الأسود هلغيه نهائي. هنا هوضح كل ملف له بداية ونهاية، ده بداية الملف وهنا نهاية الملف، وده بداية ملف وده نهاية ملف، فأنا هوصل الملفين مع بعض على التوازي. هتأكد من الملفات، هتأكد من الملفين علشان أوصل الاتنين توازي. هنا بداية ملف، ده الملف الأولاني وهنا الملف الثاني، ده بداية ونهاية. هوصل كل ملف مع بداية ونهاية، يعني طرف هنا وطرف هنا، حاليا انتهيت من تعديل الملفات توازي، ملفين مع بعض وصلتهم توازي، وهبدا اشغل المحول واتاكد انه شغال. هبدا اوصل 220، حاليا وصلت 220، وهتاكد من الفولت
الفولت شغال تمام، وهتأكد من قياس الفولت، والفولت خارج المحول اي سي، الفولت موجود اي سي 4.5 فولت اي سي، يعني المحول تمام. انا وصلت المحول تمام، ملفين توازي، هبدأ اوصل 4.5 فولت بدائرة التوحيد، هقفل هوصل الطرفين اللي جايين من المحول 4.5 فولت مع دائرة التوحيد، حاليا وصلت الطرفين والمحول هثبته في اي مكان، اي مكان مناسب احط فيه المحول، وليكن هنا ده مكان مناسب. وهبدأ أشغل أوصل وأوضح الصوت، الراديو شغال تمام بدون أي مشاكل، ولكن في جنة بسيطة جدا، جنة المحول، أنا هقلل من مدة الجنة، هجيب مكاسب 16 فولت على الأقل، وأحطه على الدخل الموجب السالب. من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، إنما من عباده الله عزيز. بعد ما عملت المكشف حطيت الفولت على 1000 على دخل راديو الموجب السالب، نسبة الجنة قلت على الأول، والفولت على المكشف موجود بألوان مختلفة، موجود 4.5 فولت، أن لكل لون درجات فولت طبيعي، كل حاجة طبيعية، ده أحسن تعديل للراديو بدون جنة، ده أحسن تعديل للراديو، محول مناسب، تعديل على الداخل، مكشف 80، صوت مناسب، صوت نقي، والحمد لله تم التعديل بنجاح. أو اللون الموحد الذي في غرف العمليات اللون الأخضر في آيات القرآن الكريم يدل على الحياة والنعيم وكثرة الخيرات.